في عنا اليوم استكمال للمبادرة اللي هي ورشة حول المأكولات الشعبية. امبارح كان في عنا زيارة للمناطق الأثرية والسياحية في مدينة طول كرم، رحنا تعرفنا على المناطق الأثرية اللي موجودة في قرية كور، بعدين انطلقنا تعرفنا على المعالم الأثرية قلعة البرقاوي، ورحنا زرنا المصنع التجاري مصنع مراوي. اليوم احنا عن المأكولات الشعبية، بس انا حاولت انه استغل الموسم لانه موسم الحمد لله موسم خير، فحاولت انه استفيد من الاعشاب او الشغلات اللي احنا بناكلها من الارض، عن اللوف، عن الزعمطوط، عن الفرفحنة، عن هاي الشغلات، انه قديش فوائدها الغذائية وقديش قيمتها وكيف انه احنا ممكن نستفيد منها في تجهيز اطباق شعبية لنا في على سفرتنا. طبعا مبادرة حلوة والكرم هي مبادرة شبابية، احنا بنتعرف فيها على الأماكن السياحية وعلى الأمور التراثية في بلدنا في فلسطين وخاصة في طول كرم. خلينا نحكي، بدأت هي المبادرة من يوم الاثنين، إجا أحد الأشخاص من وزارة السياحة عرفنا على الأماكن السياحية بشكل نظري، انطلقنا كمان يوم الثلاثاء بعديها إلى أماكن يعني خلينا نحكي رحلة تطبيقية إلى أماكن في كور وشوفة. اليوم كان حكينا فيه عن الأكلات التراثية والشعبية، وإن شاء الله بكرة رح يكون في استكمال للأماكن اللي نروح عليها الأثرية، رح تكون في المنطار إضافة إلى مصنع الحجاز. طبعا هاي كتير أنا بشرفني أني أكون أنا أحد أعضاء هاي المبادرة، لأنه رح نتعرف فيها على كتير أمور بتخص طول كرم، وإن شاء الله نقدر نفيد غيرنا بهاي المبادرة.